لكن ده يخليني أتنقل إلى المقدم الجميل لهذا البرنامج ليكن نور. أسيس نزار، عايز دقيقة أو دقيقتين تقول لي كيف تثبت أن Light for All Nations، نور لجميع الأمم، هو أول برنامج عربي مسيحي تلفزيوني على الإطلاق؟ عندك براهين؟ عندي براهين كثيرة. أنا بتكلم برنامج مسيحي باللغة العربية، مسيحي، لكن كان في تلفزيون طبعا وبرامج قبل نور لجميع الأمم. وبكل بساطة في سنة 82 أجيت لكندا ولأول مرة شفت برنامج مسيحي وتفاجأت، لأنه في بلادنا كان في قنوات، قناة مصر الأولى أو الأردن أو يعني الدول المحيطة، وكانت من الساعة 6 للساعة 12، لكن يكون برنامج مسيحي باللغة العربية كانت غير موجودة. فالرب حط الرؤية في داخلي وفي قلبي، وفعلا ابتديت أنتج برامج من سنة 82. في سنة 84 ابتدى نور لجميع الأمم رسميا، وبذاك الوقت ما كانش أي برنامج آخر باللغة العربية برنامج مسيحي، وبعديها ابتدأت شوي شوي تتطور، لكن بقينا إلى سنة 94 إلى بداية القنوات المسيحية وهكذا. لكن بكل هذه الفترة ما كانش في برامج إلا شوي من هنا ومن هناك، لكن كبداية أنا موجود على قيد الحياة، الشهود موجودون اللي بهذا العمر. طبعا أنا لسه عمري صغير أسيس يعني، بس أنا ابتديت كمان صغير كتير بالعمر، يعني لما ابتديت في البرامج كنت يدوب 22، لسه فرخ شاب يعني، كنت بعدني. فأكبر دليل أنا موجود على قيد الحياة، وفعلا ما كانش أي شيء يعني. افحص في سنة 82 إذا كان في برامج باللغة العربية، ولو كان في بكون فرحان. أشكرك للأمر ده، وأنا هساعدك كمان في كيف نثبت أن برنامج نور لجميع الأمم هو أول برنامج تلفزيوني مسيحي عربي على الإطلاق. أنا هساعدك في الموضوع ده كمان لوجه لك، يعني مش عايز فضل مش يلا. عايز حاجة ولا محتاج. حلو. البرهان القانوني أو التاريخي يستند على ثلاث أمور. وفكر كده أو أنت بتسمعها نظام في برنامج نور لجميع الأمم كيف تثبت هذا. محتاج إلى ثلاث حاجات. نمرة واحد، مستندات. نمرة اثنين، شهادة شهود. نمرة ثلاثة، محتاج إلى أدلة مادية. يبقى ثلاث حاجات. البرهان التاريخي يستند في أي حد، البرهان التاريخي والقانوني لو حدثت جريمة، هنحتاج إلى ثلاث أمور. نحتاج لمستندات، شهادة شهود، أدلة مادية.